السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله تعالى حبيت أشارككم فلوج في مطعم ريم البوادي مع زميلات وزملاء أبو محمد، والمطعم هو موجود في فندق هيلتون بالدوحة، ونشوف إن شاء الله يومنا حيكون كيف. ده كده مدخل الفندق. طبعا مطعم ريم البوادي في الطابق الأرضي، فبس كده حبيت اعمل لكم جولة سريعة في استقبال الفندق. ده كده الطريق للمطعم، بجد يعني الممر رائع جدا جدا، والفيو حلو شديد، وخاصة انه كمان اليوم ده كان في مطر، يعني الحمد لله رب العالمين، اللهم صيبا نافعا، كان عندنا مطر جميلة، ويعني هي مش مطرة ثقيلة ولا خفيفة، وسط كده، يعني بجد كان حلو شديد الجو. فيلا هنا حتى ما يعني الناس ما قعدوا برا في جنب البيتش، فبقعدوا بالداخل يعني عشان المطر. فده هنا طبعا 150 للفرد و60 للأطفال يعني خلاص. فهنا بس حبيت أوريكم المطعم من الداخل. عيب المطعم الوحيد إنه الناس اللي بياخدوا شيشة موجودين داخل المطعم، بجد كانت حكاية صعبة جدا. أنا مرحبا أم محمد، كيفك؟ أنا مبسوطة جدا إني شفتك. أهلا وسهلا بك، يا هلا، وشرفنا كثير اليوم تقابلنا. يعطيك العافية إن شاء الله يا رب. الله يسلمك. طبعا زميلة أبو محمد يعني من الشخصيات الجميلة جدا جدا والراقية، حتسافر بكرة على أمريكا، تصحب السلامة إن شاء الله يا رب. كده خلاص خلصنا كان العشاء، وده كده المنظر مرة تانية، وبقينا خلاص طالعين البيت. أتمنى إن شاء الله يكون غيرت لكم جو شوية. أشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني. ما تنسونا من صالح الدعاء في هذه الأيام المباركة، وفي أمان الله.